أهلا بحضراتكم مشاهدينا في فقرة جديدة من طبيب البلد. مع دخول فصل شتاء بتزيد عندنا الشكاوي المتعلقة بالبشرة والشعر، وبيحصل جفاف طبعا، ده لأنه في طبعا انخفاض درجات الحرارة بيسبب فقدان للمية، ما بنشربش كميات كبيرة من المية، الزيوت الطبيعية الموجودة كمان في جسمنا بتقل مع البرودة. ده غير قلة شرب المية زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، اللي حقيقي بننسى ان احنا نشرب بكميات كبيرة في فترة الشتاء بالتحديد، من الامور اللي بتأثر بالسلب على بشرتنا وشعرنا زي جفاف الجلد. الشفاة كمان المتشققة والهيشان الشعر والقشرة وحاجات كتير ممكن تكون مضايقانا بتيجي مع اختلاف الفصول. تعالوا مع بعض النهاردة نتكلم في تفاصيل أكتر خاصة بترطيب البشرة، كمان إزاي نحافظ على شعرنا، إزاي كده وإحنا داخلين على فصل الشتاء نقدر نحافظ على ترطيب بشرتنا بشكل كبير ونخلي فيها كمية كبيرة من الهيدريشن أو الترطيب، زي ما هنتكلم دلوقتي مع دكتور سارة الحسيني استشاري الجلدية والتجميل والليزر. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. نورونا. ميرسي. أكيد مع اختلاف الفصول بيحصل تغييرات في بشرتنا، لكن في الحقيقة فصل الشتاء بيبقى موضوع متغير تماما. الجفاف اللي بيبقى في بشرتنا، في شفايفنا، في ايدينا، بيخلي عندنا دايما متضايقين من دخول فصل الشتاء بالتحديد. ازاي اقدر كده استعد واعمل الترطيب الدايم المهم لبشرتي عشان ما يحصليش ده؟ ازيك الاول؟ اهلا يا حبيبتي. اهلا. فصل الشتاء لما بيجي بتبدا مشاكل كتير تظهر، مشاكل في الجلد ومشاكل في الشعر. هتلاقي الشعر بيقع بشكل كبير جدا، بتلاقي فيه هوجه كده من الناس جايه كلها بتشتكي ان شعرها بيقع بشكل غزير، ومشاكل الجلد بتبدا تظهر. الحقيقه بدايه حتى من فصل الخريف قبل ما يبدا الشتاء يظهر، تاثير الجو على ورق الشجر بيبقى زيه على جلدنا بالظبط. فبيبدا الجلد يبدا ينشف، يبدأ يبقى شاحب، يبدأ مشاكل كتير تبدأ تظهر نتيجة الجفاف ونتائج مترتبة على جفاف الجو حوالينا ونقص المية اللي احنا بنشربها. هتلاقي الجلد بدأ ينشف، بدأ يظهر اكزيما او زيراتك اكزيما، اكزيما في الجلد نتيجة الجفاف ونتيجة تغيرات الجو. تبدأ بقى الاكزيما دي تبدأ تظهر بأشكال مختلفة، مع كمان النتائج المترتبة عليها من تصبغات بالذات المنطقة اللي حوالين الشفايف، من الحاجات اللي بتبقى مزعجة جدا. صحيح. في الجلد بالإضافة لجفاف البشرة بقى والقشرة اللي بتبدأ تظهر، وتقول يا دكتورة أنا مهما حطيت مرطبات وشي برضو ستيل ناشف مهما كان. المرطبات هنا غير كافية، يعني مهما بتجيبوا مرطبات ومرطبات كويسة، المرطبات هنا غير كافية. دي بتبقى مع أنواع معينة يا دكتور من الجلد؟ ولا الناس اللي بتبقى ليهم بس المراحل دي؟ يعني بتبقى مثلا في ناس مثلا بيبقى عندها بعض التقشفات والحاجات دي بتبقى شوية خفيفة، فهل ده بيبقى اللي هو المرحلة الأخيرة؟ لا، هنا التقييم الحالة بيبقى مهم. هي كل يعني كل الستات أو كلكم هتشوفوا إن هي عندها جلدها فيه تقشفات او تشققات او جلدها ناشف او في قشره، لكن هنا بقى التشخيص على الدكتور. هنا نعرف بقى ده جفاف ولا اكزيما نتيجه، او حاجه اسمها زيراتك اكزيما. في اكزيما دهنيه بتبدا تظهر وتدي نفس شكل القشره، برضو العلاج مختلف تماما. كويس. فهنا مهم ان احنا اول ما بتبدا، وبتبدا بقى العيانه او السته ما بتبدا تعرف هي وهي داخله عارفه انها هتخش في الدور ده او هيجي لها الاكزيما اللي هي مع دخول فصل الشتاء، وليها علاج معين بيعدي الموضوع جدا عشان ما يجيش بقى ايه النتائج المترتبه عليه من تصبغات وبقع وغمقان. أيوة المنطقه اللي حوالين الـ 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 الشفايف والكلام ده، انها بتبقى مزعجه جدا. فدي من ضمن المشاكل. ظهور التجاعيد طبعا بشكل اقوى نتيجه جفاف الجلد. الناس شويه اللي عندهم بشره دهنيه بتبدا حب الشباب بيبدا يهدى شويه، فدي بتبقى حاجه لطيفه عليهم شويه. نعمل ايه؟ نعمل ايه كده كلنا واحنا داخلين في فصل الشتاء؟ عشان هنتكلم عن جزء جزء. دلوقتي هنتكلم على الجزء اللي يخص الجلد، جلد الوش، جلد الايدين، جلد الكوع والركبه، من الحاجات جدا اللي بتتاثر في فصل الشتاء. الحقيقه هنا المرطبات والغنيه بالسيرامايتس والمرطبات بشكل عام من الحاجات، والماده اليوريا برضو من الحاجات اللي هتلعب دور كبير جدا جدا في ان هي تحافظ على الجلد بتاعنا، تحافظ على كميه الميه اللي موجوده جوه الخليه، فهتلاقي شكل جلدك بقى الطف ومفيش عندك الجفاف اللي انت مضايقك ومخليكي مش عارفه تتعاملي مع جلدك وبشرتك.
مهم جدا نستعمل برضو هاليورونيك اسيد سواء على شكل روتين يومي، لان الهاليورونيك اسيد مركب بيزود من المياه جوه الخليه، فبيبقى هو ده المعاكس لتأثير الشتاء في جفاف الجلد. فتحطي هاليورونيك اسيد كجزء من روتينك اليومي. سكين بوسترز اللي فيها هاليورونيك اسيد في العيادات مهمه جدا في الفتره دي بالذات مع دخول الشتاء. في ناس حافظه خلاص انا داخله على الشتاء هاخد الروتين بتاعي شهر 10 11 12 انا معديه الشتاء كله تمام. طبعا هو وانس خدتيها في شهر 10 فانت وشك وجلدك كويس عشان تاخدي الفول دوز او الجرعه الكامله. دي بتبقى مفيده جدا ليكي في فصل الشتاء. الشفايف ليها برضو ليب بوسترز نبدا نحقنها برضو بتحافظ على المشكله، لان مشكله الشفايف مزعجه جدا. قشره، نشفان، تشققات، دم صحيح. فبتبقى حتى البنات الصغيره، فالليب بوسترز علاجيه في الموضوع ده، الموضوع مش تجميلي، انت بتخلي شفايفك ما عندهاش دينا مشكله. فكره سريعه كده يا دكتور عن البوستر. كلمه بوستر يعني داعم، يعني انا بدعم المكان اللي انا بحقنه. فالليب بوسترز دي بتبقى بمركبها الاساسي هاليورونيك اسيد زي ما قلت قبل كده، ودايما بقول هاليورونيك اسيد ده مسمينه اكسير الشباب، او فكرته ان هو كل جزيء هاليورونيك اسيد بيتحد ب 1000 جزيء ميه، وبالتالي لما ال 1000 جزيء ميه دول بيقدر يتحد معاه وعنده الكاباسيتي بيقدر يحتفظ بالميه جوه الخليه، فبيدين ترطيب عالي، بيدين ترطيب عالي في الجلد، بيدين ترطيب عالي في الرقبه، بيدين ترطيب عالي في الشفايف، بيديني في الايدين، الايدين مشكلتها بتبقى كبيره جدا في الشتاء بالذات، فبتبقى مناسبه جدا جدا في المرحله اللي احنا فيها دي. كويس جدا. هل لازم قبل ما اعمل اي حاجه ارطب جلدي؟ يعني قبل ما احط ميك اب ارطب جلدي، قبل ما اخرج ارطب، هل الموضوع الترطيب ده مهم يا دكتور؟ عايزه اقول لك ان هو مهم جدا، وانا شخصيا من الناس اللي كنت بعاني من الدراي سكين فترات طويله. فكره انك تحافظي على الهاليورونيك اسيد والترطيب هتريحك فوق ما تتخيلي. يعني لو انت يومك بتحطي ميك اب سواء بقى بتصوري او عندك شغل كتير او في الميك اب اليومي، اول ما حاجه تعمليها بعد ما بتغسلي وشك بتحطي وقت ضد الشمس هاليورونيك اسيد مرطب وحطي عليهم الميك اب اللي انت عايزاه، وانزلي ارجعي من بره اغسلي وشك كويس ميك اب ريموفر يشيل الميك اب، خطوه مهمه جدا جدا جدا، بتقلل من الشحوب، بتقلل من البورز او المسام الواسعه، بتقلل من الـ 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 المشاكل. ظهر دلوقتي معانا شكل المسام الواسعه دي بقى لو الروتين الترطيب اليومي هيقلل منها كتير. الحاله اللي قدامنا عندها حب شباب وعندها اثار حب شباب وعندها مسام واسعه. هنا عملها بروتوكول، البروتوكول ده خد دي الجلسه دي بعد اسبوعين بالظبط. في الحاله دي قدرنا نعالج الحبوب والحفر اللي باينه بشكل كبير جدا والمسام الواسعه، فتحسنت جدا، لان فصل الشتاء والفتره دي من اكتر الفترات الكويسه جدا للشباب والبنات اللي عندهم مشاكل في حب الشباب ان هم يعالجوها ويعالجوا الاثار، بتتحسن جدا لان انتاج الدهون بيقل، فبيساعدهم جدا جدا ان هم الحبوب قلت فاقدر اعالج بقيه الحبوب اللي موجوده، بلس ان انا بشتغل على الاثار القديمه اللي كان الصيف بقى مضايقه فيها جدا. طيب الشعر بقى، ايوه، ايه علاقه الشعر بالشتاء وليه بيحصل التقصف وليه بيحصل شعرنا بيقع؟ يعني انا قلت لك كميه العيانين اللي جايين بيشتكوا من تساقط الشعر رهيبه رهيبه، وده للاسف في الشتاء بيبقى كده والخريف بيبقى كده. فانا كحد شعري ما عندوش مشكله او شعري ما فيهوش تساقط، بس مع دخله الخريف لقيت ان انا شعري بدا يتساقط، هنا لازم استوقف، لازم اروح للدكتور، لازم ابدا ادي حاجه تحافظ على شعري شويه ان هو ما يقعش كتير. على حسب بقى الحاله، يعني لو حاله مثلا ما فيهاش اي حاجه خالص بس شويه تساقط نتيجه السيزونال او اللي هو الخريف بندي علاجات موضعيه. خلاص، حاله زي اللي موجوده في اللي قدامنا دي عندها تساقط شعر وراسي مع الجو جه زود لها التساقط، الفراغات زادت بشكل كبير جدا، هنا لازم نخش على الجلسات بتاعه الجروث فاكتورز والاكزوزومز وحاجات كتيره بقى للشعر نقدر هنتكلم عليها، والستيم سيلز قويه جدا وبتجيب نتائج سريعه جدا لان الحالات بتاعتهم ما بتبقاش مستحمله تساقط للشعر. ده واضح. ده راجل برضو عنده تساقط شعر ذكوري او وراثي وبرضو كان عنده مشكله كبيره مع برضو جلسات الجروث فاكتورز جابت معاه نتيجه كويسه وبرضو ده خلال شهر ومكملين.
كويس جدا. فده مهم جدا، الفتره دي فتره كريتيكال جدا. نصيحتي للبنات والستات اللي بتعاني من تساقط الشعر شويه محتاجين اهتمام. يعني الشعر هيدي معاكي بس هياخد وقت، الشعر من الحاجات اللي بتاخد وقت شويه، محتاجه صبر. فهنحتاج علاجات موضعيه على حسب حالتك، تشخيص المشكله حسب حاله شعرك، دي مهمه هتمشي عليها 3 شهور الدنيا عندك هتبقى كويسه. مهم جدا برضو نطمن، نحلل صوره دم كامله، حديد مخزون وزنك، دول روتين. ما بعد ذلك على حسب الحاله. يعني مهم يعني نشوف الفيتامينز اللي ناقصه في جسمك قبل ما نعمل اي تفاصيل، وده في الحقيقه المتخصص بس اللي يقولك، يعني مش هتروح لحد يعمل لك الغرض اللي انت جاي تعمله وتلاقي برضو في الاخر المشكله ما اتحلتش. طيب قبل ما اكمل معاكي يا دكتور ساره، مهم نفكر حضراتكم مشاهدينا، دكتور ساره الحسيني استشاري الجلديه والتجميل والليزر، البيج الخاصه بيها على الفيسبوك هتظهر مع حضراتكم دلوقتي على الشاشه بالعربي بالانجلش، كمان على الانستجرام البيج الخاصه بدكتور ساره الحسيني ممكن تتابعوها وتعرفوا كل التفاصيل الخاصة بالجديد في عالم التجميل والجلدية والليزر، وكمان الاستفسارات الخاصة طبعا بأي مشكلة بحضراتكم ممكن طبعا تتواصلوا مع دكتور سارة. مهم كمان نتكلم يا دكتور على الأنظمة الغذائية، يعني ما ينفعش حد مثلا يبقى ما بياكلش أكل صحي وما بيعملش العادات الصحية المظبوطة وفي الآخر عايز شعره ما يقعش أو بشرته ما تتأثرش. صح، التغذية الصحية هي مشكلة موجودة عندنا، رتم الحياة السريع والفاست فود وعدم اهتمامنا بالأكل اللي فيه فيتامينز كويسة، ده بيأثر شورت تيرم دلوقتي ولونج تيرم، يعني ممكن تيجي بعد فترة انت أو أي حد أو أنا ما بناكلش كويس جدا وفجأة بقى تلاقي بشرتك شحبة، شعرك بيقع، دي بقى تراكمات قديمة. عشان كده من الحاجات الأساسية موضوع التحاليل اللي بنبدأ نطلبها دي. طيب بنبدا ناخد المالتي فيتامينز او المشكله اللي عندنا فيها ايه، هو في تحاليل تانية برضو بنطلبها بس خلينا ناخد دول اللي هم ايه الأهم. الاساسيين او اللي هم كل الحالات لازم بنعرف بالذات الحديد. لما بنبدا نظبط الحديد المخزون نبدا ناخد اكل صحي مليان فيتامينز مليان حديد، هيلثي لايف ستايل، تشربي حاجات ديتوكس كتير، هتبداي تلاقي صحتك نفسها بدات تتحسن. الخضروات الورقيه، الحديد اللي بناخده في الاكل سواء بقى في الكبده في العسل الاسود، الكلام ده كله البروكلي بيحسن لنا جدا من ترطيب البشره، شرب الميه وشرب الميه وفيتامين سي واكل كل حاجات فيها فيتامين سي، خدي سبلمنتس، خدي فيتامينات، مكملات غذائيه للجسم. فعلا الناس اللي ماشيه على الكلام ده بتبقى صحتها وجلدها وشعرها احسن كتير. لو احنا ماشيين على ده بس لسه عندنا مشكله، ما نترددش ان احنا نروح للدكتور نشخص نفهم مشكلتنا ايه وناخد العلاج الموضعي المناسب. الموضوع احتاج تدخل جلسات وتبقى انواعها ايه هنقدر نعملها. طب ايه الجلسات اللي ينفع تتعمل مع جفاف البشره؟ بطبيعه الحال الناس المتقدمه شويه في السن مش هتقدر تصبر لما تبان النتيجة من الأكل أو ما خلاص بقى بيبقى بيوصلوا لمرحلة أنا عايزة دلوقتي يبان عليا الشكل على طول. إيه بقى الجلسات ممكن تنفع معايا؟ سكين بوسترز، سكين بوسترز والسكين بيلدرز، يعني حاجة بتدعم الجلد، مادة بتدعم الجلد وهي الهيالورونيك أسيد، وفيها أسامي تجارية كتيرة جدا بتبقى مينلي هيالورونيك أسيد تركيبها الأساسي، ومعها بقى مواد تانية داعمة للجلد زي جروث فاكتورز، أمينو أسيدز، مالتي فيتامينز كتير قوي، حاجات داعمه للجلد. بتتحقن برضو يا دكتور؟ الاكزوزومز برضو ده نيوست ارا وحاجه جديده نازله، وهي فكرتها ان هي بتدخل جوه الخليه المسج والعلاج اللي انا عايزاه بيبقى فيها هيالورونيك اسيد، فيها اشارات لتحفيز الكولاجين والالاستين في الخليه، فلما بتحفزهم بتطلع كولاجين والالاستين جديد وهايدريشن جديد، فبالتالي الجلد بيبقى شكله احسن. بحب الكومبايند تريتمنت ان انا ادمج ما بين السكين بوستر اللي بيديه نتيجه دلوقتي وترطيب دلوقتي مع السكين بيلدر مع بعض، فانا اديت انستنت افكت او تاثير دلوقتي هيقعد معايا شورت تيرم لحد شهر، وخلال الشهر ده انا مديه ماده داعمه للجلد بتحفز كولاجين والاستين جديد، فهتبقى النتيجه قدام وتقعد شويه مضاعفه. كويس جدا، فانا عالجت المشكله، اديتها الشكل اللي هي عايزاه دلوقتي، وفي نفس الوقت دعمت جلدها، فحسنا بقى النضاره، الشد والسكين تون، التجاعيد الدقيقه،
مش عايزه انزل احط ميك اب وانا نازله، عايزه ابقى فريش في البيت. العروسه اللي ايوه هتتجوز، البنت بالظبط. اللي عايزه تروح كل يوم شغل ما تحطش ميك اب كتير كل يوم، دي حاجات كلنا بنشوفها كل يوم في حياتنا، وانا بشوفها كل يوم في العياده، صحيح، فده وبنعاني شغلنا منها، الشاغل. عايزين نضاره، عايزين ننزل نحط حاجات خفيفه حتى لطبيعه وسريعه. شغلنا زيك وزي شيء، ناس بيطلعوا ويحطوا ميك اب كتير، محتاجين يدعموا جلدهم اكتر. يعني دايما بنقول الممثلات والسليبرتيز والمذيعات بيبقى اكتر ناس بتحب ده، عشان طبيعه شغلهم بيحطوا ميك اب كتير، بيتعرضوا لاضاءه كتير، فده بيأثر بالسلب على جلدهم، فده بيخليهم، ودي حاجه كويسه ان هم لازم يدوا اهتمام زيادة، زياده عشان يبقى في بالانس. صحيح صحيح. طيب في بعض الناس بالذات السيدات كل ما بيكبروا في السن بتلاقي الجزء ده يا دكتور يبتدي يخف من الشعر، صح، وتلاقي فيه فراغات بينه، ودي حاجة بتبقى مزعجة جدا بالنسبة لهم. ايه الحلول ليها؟ من غير ما تفكري، اول ما تلاقي شعرك بدأ يرفع من قدام او ينحل، اول ما هتلاحظي ده روحي للدكتور فورا. لازم تبدأي جلسات، سواء بقى جلسات جروث فاكتورز، جلسات اكزوزومز، في حاجات كتيرة قوي بنقدر نستخدمها ونحقنها وبتدي نتائج وقتها على طول. نتائج كويس افكت، قوي. ما تستنيش عليها لحد ما تقعد فترة وتنحل، هنخش في زراعة شعر. يعني حل كل ما موجود، يبتدي يخف مش على طول. وحش، حل موجود بس متقدم. ناخد الحل البدري الأسهل صح. والأبسط، وهتلاقي نتائجه قدامك وزراعة هتعجبك الشعر تطورت بشكل كبير جدا، جدا. لكن احنا بنتكلم ده ممكن للشباب شوية، بنتكلم دلوقتي على كبار السن قبل ما يبتدي النحل ده ينزل لورا حتى زي ما الكبار في الدكتور السن ممكن قال. تزرعي لها عادي. تزرعي عادي، طبعا طبعا، الموضوع بقى بسيط وسهل، الاقتطاف بالظبط ونحط بالظبط. حتى اماكن الحواجب النظافه بيزرعوها، الرقبه. كله بيتزرع، الدقن بتتزرع، كل حاجه بتتزرع. يعني التكنولوجيا متقدمه تقدمت جدا. والمشاكل بتتحل، فاللي عنده مشكله مضايقاه وعايز يحلها في حلول. حلوه قوي البساطه دي، جميله. نورتينا النهارده. قبل ما اختم معاكي دكتور ساره، بفكر حضراتكم مشاهدينا دكتور ساره الحسيني استشاري الجلديه والتجميل والليزر، تابعوها على البيجز بتاعتها على الفيسبوك وكمان على الانستجرام. الفيسبوك زهره بالعربي وبالانجلش، والانستجرام زي ما ظهر مع حضراتكم. اي حاجه حابين تستفسروا عليها وكل الجديد في عالم التجميل والجلديه والليزر اعرفوا من دكتور ساره، هتكون معاكم دايما وترد على كل استفساراتكم. انا بشكرك جدا، نورتينا النهارده شكرا. طبيب البلد. شكرا جزيلا دكتوره ساره الحسيني استشاري الجلديه والتجميل والليزر. كل الشكر حضراتكم مشاهدينا على المتابعه لطبيب البلد، دايما معاكم بكل جديد.